لا تستطيع الحكم. كرة للبيشي، عرضية أمام مرمى ومحاولة لبونكوس ليحصل على هدوئه في التعامل مع الكرات، وبالتالي يسجل هدفا رابعا لصالح الفريق الهلالي. مع الدقيقة 76 تغيرت حال الهلال كثيرا في الشوط الأول، الشوط الثاني عنها في الشوط الأول، واستطاع وسلي هنا أن يسجل هدفا هلاليا رابعا في مرمى نجران. بلا شك النتيجة ثقيلة على فريق نجران. وسلي الذي انتقل من فاسولي الروماني، شوف إعادة، تهيأت للسو، لعبها وسلي بهدوء.